السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع النابة لنقف على العملية تاع التأهيل والتجديد تاع الواجهة البحرية لمدينة النابة، واللي انطلقت هذه عندها حوالي شهر. الآن في يعني تقدم الإشغال هذه، وإن شاء الله كما نقول دائما إن شاء الله تكون النوعية في الموعد، وإن شاء الله تكون يعني المواد المستعملة تكون عندها المقاييس المعمول بها، وتكون عندها الصلابة اللازمة، لأن هذه أماكن عمومية ولازم تكون تتحمل الضغط نتاع المشاة، إذا لابد تكون فيه مواصفات ولازم مراعاة تاع المواصفات. على كل حال ننتظر نهاية الأشغال وسوف نحكم. وكذلك للعلم أني أعلمكم أني في شهر ماي هذا إن شاء الله سوف أقوم بجولة في مدينة عنابة وقسنطينة وسكيكدا والقالة وميلا، مدينة ميلا سوف أندير جولة في المنطقة هذه في شهر ماي هذا إن شاء الله إلا قدرنا ربي وكانت عندنا يعني الوسائل المالية فيه نية. على كل حال انتظروني في هذه المنطقة، سوف أتجول في هذا الشهر يعني شهر ماي هذا قبل حلول فصل الصيف إن شاء الله. أنا ندير جولة في هذه المنطقة نتاع الشرق شمال الشرق الجزائري. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. هذا راه يدخل في الوالد، جايب لك شي حطو.